في اليوم دنيا تاليز نيوز بلوك تكلم مع جون لوكاس وودنمن ويهات من البيونير في بايزنا لأيام كوشيان سادواردين المرضى اسم للخوه لفلتاتا 34 سنة تلاف خيطو كوزة دين المرضى 1994 كنت يهات مالتا و هي الزائر اللي كين ويهات من داو كلمات كوزة تال HIV بلاس كيني لو سبع سنين ميت و متى كنت عاو يين في 94 الرياليزايت اللي برا من اللي كنت نافدي جا اللي هي الزائر متى مار بشي جي دياغنوز دا ويك ما كانوش يافو شيني المار دا داك الزمين I'm talking about 1983-84 ومبات اتسيوي والفيلا اللي كان باتولوجيست ويفهم في دار الفريق كان التستيه لدهم ورياليزا اللي كان هم شهاجة very extraordinary وعمالتا كانوا الدياغنوزيا لوكيميا it's a rare type of leukemia anyway باتوا لانجلترا وكان تشكيه دكتور سونكا اللي الدياغنوزيا HIV من هبّا الستيغما مربوطة مع دين المرضى هو جون لوكس ما ستاش يعيش مالتا وقتّا لخر 3 سنين تهيتو لإنجلترا ورا الموت تاخوه جون لوكس صار ويهت من الأول فتيت بيرسون مالتين اللي بدو يتكلمو في البره دوار دين المرضى كنت كلمت الفادة سافيو لحاقوست لي ريتنا ملشا حاجة ين وقال لي اوهافنا نيسا تيبزاو يتكلمو فوق هادي اش ما يريدوش يسموها هذا المرضى انت تايت لي في دان كان في 94 باش تكاد لونج ستوري شورت كان ام ستيشن انكارغاتا من مار غريما اللي كيلو الغاتس يجيبني اونر نتحدث فوق المرضى و اتما ننسى كيف سبلودو هي التلفون تا ديك الستاسيون ديك النهار و الناس فريكي او قاس بيجي شيني دي المرضى دي كيف ما نافوش احنا دي شتعمل دي اكي مسك نهودا يعيت لي من كيا الشول اللي وقتق في سنين اللي قدو شورتا موش بزيت كوش ينسى دوار ليدز No, it's not the case apparently apparently رجعت كلش under the counter ما تانش تسمع فوقا كل تان تسمع شهاتي تكلم دا شي البقية complacency كبيرة و موش education up front and talk about it. John Lucas jajt li jizzazah tal-lumet jiexu bissa l-moment minna rħsib dwar il-futur taħħom. Fiklimu kruċjali għal-ġlida kontra l-AIDS ija l-edukazzjoni tal-uliet li tista seħbis permets tal-aqda fil-familji. I'm bemused to what's going on. I mean, kids think, you know, live hard today and, you know, they don't care about tomorrow, but they have to think because they... Almenu għaw Malta għandkom dik id-daqxej ta' da familjari u dik iċċerta serje ta' minant il-papa u l-mamajiet u li jridu t-fall taħħom kollom t-fall u għataw dik iċċerta unjoni għaw Malta, which is nice.